السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كلام الاول، نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. النهارده بقى هنعمل ليمون معصفر كده جميل جميل جميل. هتشوفوا دلوقتي هنعمله ازاي، بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم بمشيئه الله، وتشتركوا في القناه. اللايك يا جماعه من حضراتكم بيساوي كلمه شكرا، فاتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا بلايك عشان تدعموا القناه والقناه تكبر بيكم ان شاء الله. شوف الطريقه دي بقى طريقه كده يعني مجربه بقى لها سنين بصراحه. معنا ده ايه؟ معنا ليمون معصفر، لسه معصفرناه، مش معنا ليمون بس، احنا بنقطعه اربع ارباع كده من فوق زي ما انتم شايفين اهو، بس ما بوصلش للاخر، لحد نص الليمونه كده وقف. ومعانا جزر ومعانا فلفل احمر واخضر. احنا عايزين نعمل تشكيله كده تاخد العين، يعني احنا عايزين تشكيله كده تفتح نفسك في رمضان ان شاء الله. نعيشنا كان لنا اجل يعني رمضان، انا عاملاه رمضان بس هو ممكن شهر واحد وتاكلي منه. هقول لك لو انت عايزاه يعيش معاكي سنه تعملي ايه، ولو انت عايزه تاكليه بعد شهر تعملي ايه. معنا زي ما انتم شايفين الشطه دي بنغوزها نغزه صغيره خالص، وزي ما قلت لكم بفتح الليمون من فوق اربع ارباع لحد نص الليمونه بس. والاحمر برضو انا عايزه ايه اشكل تشكيله كده ايه تفتح النفس وتاخد العين. معانا الجزر برضو هنبشره. اول حاجه حاطين ميه بتغلي على النار، الميه اهي زي ما انتم شايفينها غلط على النار، دي طبعا حله الالومنيا بتاع السلق والحاجات دي، انا مخليه الالومنيا ده للسلق. معانا الليمون يا دوبك غلوه واحده وتشيليه، اوعي تسيبيه كتير، يعني اول ما يغلي خمس دقايق بس وشيليه علشان ما ينهرش منك. لو انت ممكن يتعمل ني من غير ما يتحط في ميه سخنه ولا يتغلي خالص، في الحاله دي هيقعد معاكي سنه، بس هيتاكل بعد ست شهور. لو انت هتعمليه من غير ميه سخنه خالص تحشيه زي نفس الطريقه بس ما تسلقهوش خالص، بس هيقعد معاكي سنه بقى ويعيش معاكي سنه، بس عشان تاكليه هيقعد بعد ست شهور. لكن بالطريقه اللي انا عملتها دي بعد شهر واحد ان شاء الله تاكلي منه. نروح نبشر بقى الجزر بتاعنا. بشر الجزر ده يا جماعه بيبقى طعمه جميل، تاكليه كده مع الليمون يعني بيدي منظر حلو وشكل وبيتاكل برضه. معنا جزرتين كبار كده هنبشرهم. طبعا الشطه الحمراء دي نصها هفرمها ونصها احطها برضو اخليلها مع الليمون. طبعا هفرمها اخليها ناعم بملح، الشطه الحمراء دي هفرمها. لو انت عندك هريس الشطه يبقى حلو خالص عادي. بعد ما خلصت الكميه وفرمتهم اهو، وفرمت نص الشطه اللي كانت معايا، معانا العصفر. دول بخمسه جنيه عصفر، يعني العصفر مش غالي ولا اي حاجه خالص، دول بخمسه جنيه. ومعانا برضو بخمسه جنيه حبه البركه. طبعا الليمون المعصفر لازم نحط له حبه البركه ويحط له عصفر وشطه. بتشيلي بقى اي شوائب فيها كده بسيطه كده تشيليها الاول، اهو زي ما انتم شايفين اهو اي حاجه انا بشيلها. طبعا ده عصفر بلدي يا جماعه، بيبقى يعني احسن من دوكا كتير. اللايك حطه ولا لسه؟ اللي محطش لايك يحط لايك وفعل زر الجرس وشارك في القناه. لو عجبك، لو ما عجبكيش الفيديو ان شاء الله الفيديو الجاي هيعجبك، بس اتمنى ان شاء الله لو كملتش الفيديو الاخر هيعجبك قوي. معانا 3 معالق شطه حمر كده، ومعانا 3 معالق حبه البركه، ومعانا العصفر بتاعنا هنقلبه ببعضه علشان هنبدا نحشي الليمون. قلت بقى لو انت عايزاه على طول او تقعد معاكي سنه تعملي ايه، ما تسلقهوش خالص. لو عايزاه يقعد معاكي فتره اطول، بس مش هتاكليه دلوقتي الا بعد ست شهور، فده دلوقتي ممكن اكله بعد شهر او زي ما انتم شايفين اهو. واقول لك لو البطرمان بتاعي الكبير على الكميه اللي انت هتعمليها هتعملي ايه، لان البطرمان بتاعي جه كبير وما كانش عندي واحد صغير ياخدهم يعني بالظبط. هقول لكم عملت ايه. معانا بقى الليمون هنحشيه زي ما انتم شايفين بعد ما سلقناه خمس دقايق بالظبط بعد الغليان، ما سيبوش كتير. وطبعا الغليان بتاع ميه السلق بتاع الليمون هي دي اللي هنخلل بيها، مش هنجيب ميه من الحنفيه. التكايه المهمه اللي عايزه اقول لك عليها، ميه السلق بتاع الليمون دي هي اللي هنحطها في على الليمون. طبعا معاها خل بقى ومعاها شويه ليمون معصورين كده، شايفين اهو بحشيها. طبعا الليمون دلوقتي رخيص جدا يا جماعه، يعني الليمون دلوقتي الموسم بتاعه يعني مال السوق. الليمون الاصفر ده طبعا هو بيبقى ليمون اصفر مش ليمون اخضر، يعني لو انت هتعملي ليمون معصفر يبقى ليمون اصفر. انا بقول لكم لايك ما تنسوش اللايك. شايفين بقى بنبدا ايه، نرش بشر الجزر على الليمون والشطه الحمراء والخضراء، اي الوان عندك حطيها. اي الوان عندك حطيها.
ومعلقتين شطة مفرومة برضو، ونبدأ نقلبهم مع بعض. انا بقى كان عندي فلفل رومي احمر كده في الفريزر، بحطه في الفريزر لما بعوزه بطلعه، اللي هو تخين ده، هقطع حتت قطعة كده على الليمون. انا ده كله كنت بجيبه من الفريزر، انا افتكرته كنت بجيبه من الفريزر، او زي ما انتوا شايفين اهو مجمد، ده بقطعه كده حتت وبيتاكل برضه متخلل اهو، شايفين بقطعه قطع كده. الشكل بقى طبعا العين يا جماعه بتاكل قبل البق، يعني لازم ان برضه نخلي الشكل ده، تخلي ما تجيبي طبق مخلل كده مشكل كده على السفره في رمضان بيبقى طعمه طبعا تحفه. بصراحه انا كنت عايز اجيب زيتون بس ما لقيتش اهو، زي ما انتوا شايفين بقلبهم في بعض كده علشان هبدا احطهم في البطرمان. نجيب البطرمان بتاعنا بقى، يعني يا ريت يكون البطرمان صغير على قدهم بالظبط، ما جاش على قدهم اقول لك تعملي ايه. يعني البطرمان اللي انا جبته دلوقتي جه كبير، بس ما فيش مشكله، يعني هنعرف نتصرف برضه. اه زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكميه، هي دي الكميه. هبدا بقى اجيب البطرمان، مش عارفه انا روحت فين او انا جاي. بدات اعبي في البطرمان زي ما انتوا شايفين كده. هتعبيه على بعضه، يعني ايه تاخدي من كل حاجه وانتي تعبي، علشان الشطه بتدي حرقان كده، يبقى كل الخليط ما تخلط في الليمون. معانا بقى دي ميه السلق بس بعد ما تبرد، ومعانا يجي 4 ليمونات كده عصرينهم حطيناهم عليه، معانا نص كيس ملح، ومعانا ربع كوبايه خل، يعني نص كوبايه، نص كوبايه خل، مش هنحط خل كتير. ونبدا نقلب لحد ما نداري الليمون خالص. طبعا انا عبيته في البطرمان، بس البطرمان جه كبير، بس مفيش مشكله انا اعبيه واقول لكم ايه هنعمل ايه دلوقتي، علشان ايه نتفادى ان هي كميه كتيره مكشوفه، لكن لما يكون ملان على اخره بيبقى الحز بتاعه من فوق بيبقى الحلق بتاعه صغير، فيبقى كميه الهواء اللي داخله له بسيطه. بس ايه معنا شويه القشر الليمون اللي انا كنت عصرتهم حطهم على الوش كده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدا احط الميه اللي انا بقول لكم عليها، ميه السلق يا جماعه هي اللي تعملي بيها الليمون، بس يكون برد، اوعي تعملي بيها وهي سخنه، يعني تستني ما تبرد خالص وبعد كده تبداي تعملي فيها. هبدا بقى احطه زي ما انتوا شايفين في الملح والخل والليمون، لو ما عندكيش برده مثلا، بس الخل مطلوب برده تحطي ان شاء الله ربع كوبايه خل، يعني ما تكتريش خل اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بهزه علشان ايه يبقى كله فيه الخليط. يا رب الفيديو هيعجبكم. لازم نتدرى خالص، يعني هداري بالمية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هعمل ايه علشان اتفادى ان انا عايزه اغطس الخليط كده لانه عايم، هجيب كوبايتين كبار تقال كده واحطهم على الوش ارقدهم علشان يتقل عليها، في ايه الخليط يغطس للمية كلها، يعني الخليط يغطس تحت المية اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، الكوبايتين تقال كده قدام، يعني مش عايزاهم كده بقوم حطاهم كده غطسوا لي الخليط. بسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.